وفي فقرة أبديت لليوم، الاكتئاب ليس كما نعرفه. أكد دراسة حديثة أن الاكتئاب ليس مشاعر الحزن المستمرة وفقدان الاهتمام أو المتعة في أي نشاط كما هو متعارف، لافتة إلى وجود الكثير من المعلومات المضللة حول تعريف الاكتئاب. وغالبية المنظمات والمؤسسات الصحية الكبيرة تصف هذا المرض بأنه اضطراب يسبب أعراضاً عوضاً عن تقديمه كتشخيص بناء على مجموعة من العلامات التي تظهر على الفرد المصاب بالاكتئاب. وأفاد الباحثون مشاهدين أن الاكتئاب يفوق المشاعر السلبية المتعلقة بفقدان الأمل، بل هو مجموعة من المشاكل الجسدية والعاطفية التي تدخل الفرد بحالة نفسية معقدة جداً، وقد تكون خطيرة لما ما يمكن أن تحمله من أفكار سلبية تراود الشخص خلال حالة الاكتئاب، وفي حالة نادرة يمكن أن يؤدي للتفكير بالانتحار. وشددت الدراسة إلى ضرورة تحسين التواصل حول الاكتئاب لتفادي سوء الفهم الذي يعرقل تحديد التشخيص الصحيح، ما إذا كان الفرد يمر بمجرد مشاعر سلبية عابرة أم يعاني الاكتئاب بمعناه الحرفي، وذلك للوقوف على التوصيف الدقيق للمساعدة في معالجة الأسباب الفعلية لمعاناة الفرد، وذلك لأن الفهم الخاطئ يمكن أن يعقد فهم الأفراد لصحتهم العقلية ويعوق العلاج الفعال. وفي أحدث خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عريس تحت الإقامة الجبرية. ألقت قوات حفظ القانون في مدينة روسية القبض على شاب يدعى إدوارد في يوم زفافه بعد أن وجهت إليه تهمة الطعن بالسكين، ونقل الشاب البالغ من العمر 29 عاما إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة ليتقرر وضعه لاحقا قيد الإقامة الجبرية في منزله مع انتظار قرار القضاء بالسماح له برؤية زوجته. وتبعا للمعلومات مشاهدينا، فإن الشاب كان يتنزه برفقة عروسه في يوم عيد حرس الحدود الروسي، وصادفا مجموعة من الأشخاص يحتفلون بطريقة صاخبة، ونشب شجار بينه وبين أحد المحتفلين انتهى بطعنه لرجل بسكين يبلغ من العمر 57 سنة. وذكرت لجنة التحقيق أن الرجل الذي تعرض للطعن تم إخراجه من المشفى بعد أن تماثل للشفاء ولم يكن من قوات حرس الحدود الروسي. وأوضح بذلك إدوارد للمحققين أنه وفي يوم الحادثة كان يحمل سكينا للدفاع عن النفس فقط، في حين لم تظهر التحقيقات أي إدانة لتصرفات العروس يوم الحادثة. مشاهدينا.